ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة الكوتش خالد كنعان. بداية يسعد مساك. الله يسعد مساك. يا هلا وسهلا. كلك زو. في البداية كوتش خالد تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أوكي. أنا الكوتش خالد كنعان، مدرب سباحة معتمد، حاصل على شهادات تدريب وتعليم سباحة معتمدة دوليا ومحليا. عملت لسنوات عديدة في تدريب وتعليم للسباحة، حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة إربد الأهلية، ومؤسس وصاحب أكاديمية نورث شاركس. نعم، تحكي لي أكثر عن بداياتك، أنت كيف إجتك فكرة إنشاء هاي الأكاديمية؟ أوكي، إجتنا فكرة إنشاء الأكاديمية طبعا من خلال طبيعة عملي كمنقذ ومدرب سباحة لسنوات عديدة في مدينة الحسن الرياضية، واختلاطي بفئة كبيرة من المجتمع المحلي، وتعاملي مع شريحة كبيرة من الأطفال والمدربين والأهالي بشكل عام، بالتحديد في مدينة إربد طبعا، حيث أنه لمسنا في السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا ورغبة من الأهالي بتطوير وصقل مهارات أطفالهم، لأنه كانت عندنا دورات تعليمية فقط. بعد إتمام الدورة التعليمية كان ما في إشي عندهم. نعم. ومن هنا جاءت فكرة الأكاديمية، حيث قمت أنا وزميلي محمد رديدة مدرب المنتخب الوطني حاليا بتقديم مقترح لعطوفة الأستاذ بسام الخلايلة مدير مدينة الحسين حاليا، مشكور طبعا، بتأسيس أكاديمية لعدة مستويات حسب برنامج علمي، وكل مستوى فيه متطلبات محددة بوصل لها الطفل، وكان الهدف منه إنشاء جيل قادر على تمثيل الأندية والمنتخبات الوطنية. تعرفني أكثر على أهم الخدمات اللي أنتوا عم بتقدموها عندكم بالأكاديمية. طيب، هلا إحنا الخدمات اللي بنقدمها عندنا بالأكاديمية دورات تعليم سباحة، دورات مهارات تهدف لتطوير وصقل تكنيك السباحة لدى الفرد وإتقانه يعني للمهارات. شو اللي بيميزكم عن الأكاديميات الثانية وخصوصا بمحافظة إربد؟ بالتأكيد طبعا اللي بيميزنا الخبرة والعمل الطويل بالمجال هذا اللي هو تعليم وتدريب السباحة. طبعا أضاف لنا الكثير، ولكن بسبب شغفي ورغبتي للتميز في مجال السباحة قمت بأخذ العديد من الدورات داخل وخارج الأردن لمتابعة التطورات في هذا المجال. وما يميزنا في نورث شاركس هو القدرة على إنشاء جيل وتشكيل فريق مميز ومؤهل من المدربين القادرين على التعامل مع جميع المراحل العمرية والفئات العمرية. تحكي لي شوي عن أهم المشاكل والمعوقات اللي أنتوا أصلاً عم بتواجهوها بهذا القطاع. يعني من أكبر المشاكل اللي إحنا بنواجهها بهذا القطاع السباحة اللي هو عدم الاستمرارية. كيف يعني عدم الاستمرارية؟ عدم توفر مسابح شتوية أو على طول السنة ضمن مواصفات ومعايير لمرحلة التعليم والتدريب، وآلية التدريب بتتطلب مسابح بأبعاد وقياسات معينة طبعا عشان نقدر نحقق الأهداف اللي موضوعة. نعم. ومن زاوية أخرى عدم إمكانية العمل والاستمرارية على مدار العام، هذا هو الجزء اللي بيواجهنا، لأنه الاستمرارية هي اللي هدفها إنشاء جيل. أوكي. وانقطاع مستمر بالتدريب دائما بوقف عائق في القدرة على المنافسة وعلى الاستمرارية. وبرضه من المشاكل اللي احنا بنواجهها بالشمال انه مدينة إربد مليئة بالكفاءات والمدربين والأطفال اللي إلهم الرغبة وعندهم الموهبة وبدهم الفرصة المناسبة عشان هو يثبت حاله. ما له يعني عدم وجود المسابح هي عدم وجود فرصة للأطفال وللمدربين. من وجهة نظر الشخصية إن منطقة الشمال وإربد بالأخص بحاجة لسد النقص من هاي الناحية. أرجو
من المسؤولين إعادة النظر في هذا الموضوع وتقديم تسهيلات للمستثمرين، تشجيع عملية الاستثمار طبعا، لإنشاء الملاعب المسابح لأبناء المجتمع المحلي اللي بيسهل علينا إنشاء جيل من الرياضيين صحي قادر على تمثيل الأندية والمنتخبات وتمثيل البلد اللي هي الأردن في المحافل الداخلية والخارجية. ننتقل إلى الجانب الوطني، لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة ماذا ستقول له؟ أول إشي طبعا بحب أبارك لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وجلالة الملكة رانيا العبد الله بمناسبة زواج ولي العهد الأمير الشاب الحسين ابن عبد الله على صاحبة السمو الملكي رجوى الحسين. ثاني إشي طبعا إلي كل الشرف بمقابلة جلالة سيدنا الذي كان مصدر إلهام لكافة أبناء شعبه بحكمته ورؤيته، وبالتأكيد بشرفني أن أتقدم لسيدي بالشكر ولولي العهد على دعمهم الكبير للكفاءات الشابة في الأردن ولإيمانهم بأن الشباب هما مستقبل هذا البلد، وأشكره على جهوده الدؤوبة في تشجيع الرياضة والرياضيين. بس أكيد أنت في حدا ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع لوصلت لهاي المرحلة، فأنت لمين بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجك؟ أول إشي بوجه الشكر طبعا لوالدي ووالدتي اللي دايما واقفين جنبي وبيدعموني، واثنين بحب أشكر طبعا العنصر الرئيسي اللي شجعنا اللي هم أهالي الأطفال اللي عندنا، هم اللي أعطونا الثقة الكاملة وآمنوا في قدراتنا، واللي ثقتهم كانت الداعم الأكبر لنا والحافز لاستمرارنا رغم كل العقبات والصعوبات اللي منواجهها في هذا المجال. وبشكر زملائي المدربين في نورث شاركس طبعا على جهودهم اللي هي أكيد كانت السبب بنجاح هذا المشروع. وآخرا أشكر أصدقائي اللي دائما جنبي، هم دائما بشجعوني، وأخص بالشكر هون صديقي المتوفي كتيبة العكش اللي فقدناه بحادث دراجة مأساوي رحمة الله عليه، والله يصبر أهله. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ تحكي لي أكثر وين موقعكم، وأصلا أنتوا وين بتعطوا هاي الدورات؟ أول إشي إحنا نعطي دوراتنا في مسابح نادي الضباط طبعا، هنا بخص بالشكر عطوفة محمد بيك نعامنا اللي قدم لنا المسبح ودمج أبناء المجتمع المحلي طبعا لنادي ضباط الشمال. ومكتبنا في كازية التوتال بين دوار قادسية وإشارة الشرق، هذا المكتب من أهل فيه المدربين، نسجل فيه الناس. بتقدروا تتواصلوا معنا على صفحة نورث شاركس على الفيسبوك، وبما أنه الموسم بلش أهلا وسهلا بالجميع ولكل الناس اللي حابة تعلم أولادها سباحة. شكرا لك. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين نود أن أشكر الكوتش خالد كنعان على حسن استضافته لنا، وعلى أمل اللقاء بكم جدا. نورث شاركس، يعطيك العافية. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك.